أنا وموتى المسلمين، حنختم هذه الحلقة من صباح الشروق دائما بالملف الرياضي، وقفة مع عدد من الأخبار الرياضية المحلية وأيضا العالمية. أهلا بك مرة ثانية، وإحنا في الجزئية الأخيرة بالتأكيد حنقف على تحليل الأخبار الرياضية مع الزميل والصحفي والمحلل الرياضي محمد عوض. أهلا ومرحبا بك. مرحبا بك منو، مرحبا بأحمد وبكل كل سنة وأنت طيب برضه. المشاهدين، وكل عام وأنتم بخير. نعم حبابك. عدد من الأخبار، نبدأ بالإيقاف بكر المدينة لعام ونصف من قبل اللجنة الإدارية بالاتحاد العام. المشكلة القديمة دي صح؟ والله يا أخي الحكاية دي المشكلة القديمة ديك يعني إذا تطولت، وأنا أفتكر يعني العقوبة قاسية، يعني عام عام ونصف ونصف. نعم للاعب، يعني بغض النظر عن إنه لاعب بكر المدينة لاعب كبير ولاعب مهم في المريخ وفي المنتخبات الوطنية، لكن صراحة العقوبة قاسية جدا، يعني كونه اللاعب يعني يجي في سنة ونص من الكورة، فدي مشكلة كبيرة بالنسبة له. لكن المريخ هيستأنف القرار، وربما يعني استجابة اللجنة للتخفيض المدة من عام ونص في احتمال بشكل كبير جدا حتكون 6 أشهر أو أقل من 6 شهور، لأنه صراحة موضوع طول والله. الموضوع طول. عام ونصف ده موسم كامل أو نعم أكثر من نعم موسم يعني. وافتكر بأنه ذات المنتخب الوطني يعني في نحن المنافسات القادمة محتاج محتاج للاعب بكر المدينة الذي ظهر بشكل جيد في المباريات الأخيرة، خاصة مباراة شبيبة القبائل للجزائر، وحرز يعني هدفين في هذه المباراة. لاعب مهم جدا، نحترم قرارات اللجنة ونؤكد يعني صراحة بأنه يعني اللاعب أخطأ في المرات السابقة، لكن يجب تخفيف العقوبة. تخفيف العقوبة عشان يعني التمارين تستمر بالنسبة للاعب، لأن التوقيف برضه بيضر باللاعب وما بخليه يكون فعال زي لما يكون هو شغال وممارس نشاطه الرياضي. حنمشي برضه في إطار الفريق الأحمر وحنتكلم عن تعزيز وتجديد الثقة بالنسبة لكابتن إبراهوما كمدرب لفريق المريخ، رغم خسارة المريخ وخروج، مش خسارة خسارة لكن والحاجة دي محزنانة، خروجه من سيكا والله مرخابية صح؟ لا 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 الخروج المر يعني من الأبطال، أفتكر بأنه تجديد العقد يعني هو يعني شيء طبيعي، يعني خاصة أنه إبراهيم ذاته يعني لا يملك عصا موسى، بأنه يعني لا 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 يعني يكون التيم في مستواه الذهني والبدني، ومشاكله الإدارية كبيرة جدا، يعني المريخ يعني غادر إلى الجزائر على دفعتين، كان في صراحة مماطلة من قبل مجلس الإدارة بحجز الطيران الأقصر للجزائر عبر المصرية، حجزوا لهم بالتركية، وكانت رحلة رحلة مرهقة طبعا. مرهقة جدا، حاب نعرف انه حتى لاعبي كرة القدم كل ساعة سفر قصاد يوم راحة. نعم بكل تأكيد، يعني انت تمشي حكاية بتاع 16 17 ساعة للجزائر، فدي حاجة ذاتها مشكلة كبيرة جدا. صحيح. والمباراة الأولى صراحة اللاعبين ما قصروا، قدموا أداء مميز، ومريخ رجع بهدف. بعد ذلك في مباراة أم درمان تقدم ب3 أهداف دون مقابل حتى الدقيقة 90، حاسة شنو يعني، حاسة شنو عشان أخطاء يعني فردية يدخلوا جونين في أخطاء مرمى. فردية، دي حاجات ذاتها غريبة جدا في اللاعب السوداني في الدقائق الأخيرة. للأسف برضو إبراهيم مشترك في هذه الأخطاء بأنه على يعني الأقل ما بشوط قفل، المدربين نعم يعني ما قفل لا 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 خط الوسط بشكل رئيسي، واخرج اللاعبين المميزين يعني محمد الرشيد والنحسان ضمن النتيجة. ومحمد حامد التش، يعني المدرب الفرنسي فيلو دكد بانه يعني منذ ان خرج اللاعب التش هم يعني ارتاحوا كثير جدا، وقام بادخال مهاجمين زياده هجوميه مكثفه. بعد 5 دقائق الفريق يعني احرز هدف من خطا دفاعي واضح، بعده بعد نصف دقيقه مباشره
ضربة الفريق جزاء. الجزائري احرز الهدف الثاني من ركلة جزاء، واعتقد بانه يعني المريخ يعني في هذه مفترض المباراة كان يكون قصاد كل لاعب في لاعب في والله الساحة صراحة، الأخيرة، لكن مفترض ما يعني. اعرف الخبرات الكبيرة اللي لاعبين المريخ مشت وين في هذه المباراة. طيب محمد عوض، للأسف يعني تجديد الثقة في المدرب ده لو سلمنا بأنه هو شيء إيجابي، هل هو إيجابي على المستوى الفني باعتبار أنه إبراهيم فعلا ممكن يغير من شكل الفريق فنيا، والله هو إيجابي على المستوى الإداري، النادي قد ما والله على يستطيع يتعاقد مع مدرب آخر على المستوى الإداري يعني صراحة النادي ما بيسأل، الإداري حاليا ما بتستطيع إنه تجيب للنادي مدرب آخر على المستوى الأجنبي، خاصة يعني إنه يعني أقل مدرب يعني أجنبي هيجيك ب 10,000 دولار، فدي مشكلة كبيرة جدا. وإبراهيم يعني ممكن يستمر على المستوى المحلي، ممكن يقود الفريق لبطولة الدوري المحلي ممتاز. والمنافسة المحلية، لكن صراحة والله بكل تأكيد يا أحمد نحن بنقول بأنه المدربين الوطنيين فشلوا مع أندية القمة بشكل كبير جدا. يعني المدربين الأجانب في المريخ والهلال يعني بيقدموا أداء كويس جدا. الكوكي يعني في مباراته الأخيرة أمام رينو سبورت لعب بواقعية شديدة جدا، هو يمكن لانه المدرب الوطني قد تكون دي بالنسبه له هي ذات قيمه، انه هو يعني بيبقى ده هدف بيحس انه وصل له فما محتاج يجتهد ثاني. عموما خلينا نبقى في المريخ ونمشي الخبر الاخر، عرض رسمي من شبيبه القبائل التش والنعسان وعرض من الاتفاق السعودي للغربال، بيجينا بنعرف نسوي كورتنا ماشيين كويس يعني والله في الموضوع. العروض دي بتجي رسمية، لكن بعد ذاك الفهم بتاع الإدارة بيقول لك تعامل يا أخي معاها نعم، بيقول لك ممنوع فيك لاعب زي التش لأنه لاعب مميز جدا، ولاعب لو فكينا الجماهير يعني حتسور وكده. يا أخي فك اللاعب خليه يشوف صحيح مستقبله، خليه صحيح، يتطور على المستوى الكروي يعني. يعني ما ده في يبقى اسهال 100 في تش الكوره كلها. بيجي تاني، و100 خالد النحسان بيجي، و300 محمد عبد الرحمن وربان بيجوا المريخ. دي فرصة كبيرة يعني لإدارة المريخ الناس تسوي اللاعبين دول يعني. يعني اللعيبة ده صراحة اللاعب السوداني مع ناديه ما حيجيب لك بطولة أبطال، ولا حيجيب لك بطولة كونفدرالية، ولا حيتقدم مع المنتخب الوطني. خليه يمشي برا فخليه يجرب يمشي حظه. والله ايوه يعني نعم، احتمال يعني يحقق بطولات مع الأندية الخارجية، الأندية المحترفة، الأندية اللي بتعرف كيف يعني تسوق اللاعبين، احتمال تكون لهم ذات بوابة لأندية أخرى نعم، ممكن بمبالغ يكتسب خبرة برضه يعني نعم تجيك بمبالغ معاك. مالية طيب كبيرة برضه جدا. يعني نمشي مباشرة، طالما تكلمنا عن المشاركات الخارجية والآن يعني بطولة الأمم العربية، مشاركة برضه فريقي القمة والهلال يعني مباراته مع الوصل الإماراتي اللي هو كان طبعا مهزوم فيها، لكن الآن في استعداد كبير جدا لأداء هذه المباراة، تتكلم عن التوقعات لهذه المباراة. والله صراحة يعني هي مباراة صعبة جدا، خاصة إنه وصل الإمارات يعني بضم لاعبين على مستوى عالي جدا من الاحترافية، جهاز فني مقتدر، النادي ذاته يعني كان يعني لو قارنا بالهلال في الفترة حتى الإعداد فريق يعني معسكر في النمسا، وأدى عدد من المباريات في بطولة الدوري، وكسب الهلال في الجولة الأولى بهدفين دون مقابل. على المستوى الهلال ايضا يعني الهلال يعني برضه ما زي المريخ، الاعداد برضه كان يعني مش ولا بد، ظهر هذه في النتيجه الاخيره امام الاوس، والمباراه الاخيره امام راين رغم سبورت في التاهل لكن مستوى الفريق نعم يعني رغم التاهل برضه يعني مستوى الفريق يعني ما المستوى الكبير. وانا قلت لك يا احمد يعني في احدى الحلقات انه انديتنا دي بتلعب باسمها في البطولات التاريخ القديم صح. الخارجية، فدي مشكلة كبيرة جدا. يعني الناس لو ما رجعت انه دعمت الاندية دي بلاعبين مميزين وبمدربين اجانب يعني بيضيفوا الفارق الفني الكبير، انديتنا دي ما بتمشي طب لقدام. تتوقع الهلال ده يكون اداؤه افضل وين، في البطولة العربية ولا في البطولة أبطال. الافريقية، نعم. خصوصا انه حيواجه ايضا انيب النيجيري في دور ال 32؟ والله افتكر انه يعني الـ 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 الهلال يعني في الفترة القادمة يعني على مستوى اللاعبين يعني في لاعبين مميزين، لكن صراحة يعني في ضبابية ذاتها في التشكيلة. يعني مرات بتلقى في الوسط عدد كبير جدا من اللاعبين في مباراة، والمباراة اللي بتليها بتلقى اللاعبين دول بلاعبين آخرين، فما في ثبات في التشكيلة. وظهر هذا في مباراة الوصل الإماراتي ومباراة راين سبورت الذي اشرف عليهم الكوكي بعد اقالته
يعني إدارة الهلال يعني قالت لي وامسك لين الكورتين ديل، وبعد الكورتين يعني الله يفتح عليك في أي نادي تاني بعد انتهاء عقده في 20 أغسطس. لكن صراحة الهلال دار شغل كبير جدا، خاصة إنه مباراة، لو مسكنا مباراة أنيمبا، مباراة يعني خطيرة جدا، وفي أنيمبا فريق صغير كبير في القارة الأفريقية، بيسهر في عدد من المواسم، بيغيب زي 3 4 مواسم، لكن بيسهر تسهر قوي. بقوة كبيرة جدا صحيح وبنافس على البطولة يعني. صحيح. طيب احنا بنتمنى انه الهلال في اعداداته بالنسبه للفريقين خصوصا الوصل يعني في انه يكون في استعداد اكثر وجاهزيه اكثر، لانه يمكن هناك برضه الطقس يعني والرطوبه العاليه هي برضه منعته من انه يكون في الموقف الاول بالنسبه للفريق. هنرجع لمنتخب الناشئين وبرضه خساره كبيره بالنسبه لهذا المنتخب في بطوله سيكافا او في التمهيدي سيكافا. والله قبل ما نرجع للنهائي بس في نقطة داير جدا أركز طوارئ. عليها، الرطوبة دي مباراة الأوسط كان فيها رطوبة، لكن مباراة الرايون كان فيها رطوبة، هل والله ما هل ما في أي ما هل رطوبة يعني صراحة، يعني هذا ما مبرر. ما مبرر، نعم أفتكر ما مبرر، لأنه الفريق يعني ذهب في وقت وجيز جدا، يعني قبل 4 أو 5 أيام، مفترض اللاعبين يكونوا يتعودوا على الطقس، يعني دي حاجة معروفة يعني. لكن طبعا برضو يعني بتجي عدم الاكسجين ده، المبررات لا عدم والشماعات الاكسجين ده دايما للاعبين نعم وللجهاز الفني وللاداره، عشان شويه كده يعني الجمهور الناس بعد تتناقش تنفيذ بتقول لك يا اخي ما الرطوبه، ما في حاجه اسمها رطوبه، ما في حاجه اسمها جو بارد وجو ساخن، الناس قبل 3 يوم بتتعود على الاجواء عاديه جدا. لو مشينا أقلم عليهم. للمنتخب الناشئين والبراعم في دوره سيكافا، فافتكر يعني دي فضيحة كبيرة جدا، يعني منتخب يتغلب من أريتريا ب6 أهداف، يتغلب ما عارف من رواندا ب5 أهداف، يتغلب مع من يوغندا ب7 أو 8 أهداف، فأفتكر يعني دي ناس دي شغالة شنو؟ وأفتكر إنه الفترة الماضية بتاعت اختيار المنتخب كانت عشوائية، يعني ظلموا ناس، يعني ظلموا لاعبين براعم بقدرات فنية عالية جدا. طيب هل ده بيعني انه الاتحاد فشل في رؤيته اللي يعني اطلق اول ما تسلم مقاليد وشداد انه احنا حنهتم بالمنتخبات لانه هي اللي بتمثل السودان وهي اللي بتساهم في انه مستوى الكرة السودانية فعلا يكون مرتفع؟ والله انا افتكر انه يعني لا لا لا، انت بتأسس من البراعم ده تأسيس للمنتخبات الوطنية، لكن الليلة بعد تجيب لي لاعب يعني عشان يشارك، عشان يشارك في بطولة خارجية وما عنده الموهبة، صحيح، فافتكر ده فشل كبير جدا. وانا قلت لك يعني ظلموا لاعبين صغار يعني مستوياتهم الفنية عالية جدا، يعني نتمنى انه الاتحاد يعني يعيد النظر خاصة في اختيار البراعم والناشئين والشباب بشكل كبير جدا، لانه الفترة الماضية اكدت بكل تأكيد بانه يعني ما في نظره ذاته للمدرب لمستقبل المنتخب لمستقبل تجاه اللاعبين البراعم. طيب احنا اسي انا لاحظت الاخبار دي كلها كده محبطه في الكوره السودانيه، يعني كده نشوف المنتخب الوطني ومغادرته لتشات وثمار هذه المغادره يعني بس سريعه لانه نعم كنترول حيجونا خشين 3-9 يوم 3-9 يعني منتخب نتشات في مباراة مهمة جدا في تصفيات كأس العالم 2020 في قطر 22 نعم 2022، صح، فأعتقد بأنه يعني المباراة مهمة، أهميتها في أنه المنتخب يعني يعود بنتيجة إيجابية للمشاركة في دوري المجموعات، ودوري المجموعات ده يعني بدينا يعني شانس كويس وبيرفع شوية ترتيب المنتخب على المستوى العالمي، وليما لا يعني الناس تنافس اقل حاجه يعني لو من احتمال يعني تحرز المرتبه الاولى وتخش كاس العالم 2022 في ظل الحكومه الجديده والمدنيه والثوره السودانيه. شكرا جزيلا محمد عليك الكاتب الصحفي والمحلل ايضا الرياضي، شكرا لحضورك لكل ما افدتنا به. شكرا لك، الله يعطيك خير. بخير، شكرا شكرا احمد على الرفقه والمؤانسه، شكرا للتيم العامل، تقبلوا تحايا فريق العمل الذي ساعدنا ونحن ننقل جهدهم، وإلى اللقاء.